بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وسعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء، افتتحت جامعة البحرين 4 مختبرات للطاقة المتجددة في حرم الجامعة بالصخير، وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الطاقة المتجددة في جامعة لافابرا البريطانية. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين أهمية جهود الجامعة التطويرية المستندة إلى التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أكد جلالته ضرورة تقديم أفضل الخدمات التعليمية في جميع المراحل الدراسية. ومن جانبه أكد الدكتور ميرزا أن مملكة البحرين تتجه وبقوة نحو استغلال الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وأن الحكومة تدفع باتجاه الاستغلال الأمثل لهذه الطاقة، متمنيا تعزيز التعاون بين جامعة البحرين ومركز الطاقة المستدامة الذي يلقى اهتماما خاصا من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى لاستثمار الطاقة المتجددة. ومن جهته أثنى سفير المملكة المتحدة لدى البحرين سيمون مارتن على التعاون العلمي والثقافي المتبادل بين جامعة البحرين وجامعة لافابرا البريطانية، مشيدا بالدعم المالي الذي فازت به جامعة البحرين من جامعة لافابرا والاستفادة منه بما يخدم المسيرة العلمية لجامعة البحرين. وأثنى منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين أمين الشرقاوي على دور جامعة البحرين في تحقيق هدف التنمية المستدامة، داعيا إلى تشجيع فئة الشباب على إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالطاقة المتجددة والتعمق بها. وقالت الأستاذ المساعد في قسم الفيزياء بكلية العلوم الدكتورة حنان مبارك البفلاسة إن مبادرة تجهيز مختبرات خاصة بالطاقة المتجددة تأتي ضمن خطط جامعة البحرين لتعزيز البحوث العلمية المختصة في مجال الطاقة المتجددة. في الواقع أن جامعة البحرين تستند إلى التوجيهات الملكية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد دائما على أهمية تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلبة في كافة المراحل التعليمية. اليوم هذا المشروع تؤكد هذا الاتجاه، اتجاه أن تكون الجامعة دائما في تعاون دائم مع وزارات ومؤسسات داخل مملكة البحرين أو استضافة برامج أكاديمية من جامعات عريقة والعمل معها في مشاريع بحثية تساهم في الارتقاء بالجامعة. لا شك أن جامعة البحرين وتسعى دائما للارتقاء بمستواها، وأكبر دليل حصولها على المركز 213 بين أفضل الجامعات في مجال تحقيق الأهداف المستدامة، وهذا يؤكد اهتمام جميع المعنيين بجامعة البحرين سواء مجلس الأمناء مجلس الجامعة في تحقيق هذه الأهداف المنشودة لتبقى دائما جامعة البحرين في مصاف الجامعات المتقدمة وتحقق الأهداف المرجوة من إنشائها. المشاركة في افتتاح مختبرات الطاقة المتجددة التابع لجامعة البحرين، وأود بهذه المناسبة أن أشيد بجامعة البحرين لأخذ هذه المبادرة المهمة، ونحن في مركز الطاقة المستدامة نعطي أهمية كبيرة لهذه المختبرات لأنها تساعد في البحث العلمي حول الطاقة المتجددة، ويمكن المختبرات هذه تكون مرجع للمعلومات التي سوف تساعد على تطوير الطاقة المتجددة. والهدف من هذه المختبرات يصب في مسار الأهداف الاستراتيجية للطاقة المتجددة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر. وبهذه المناسبة كذلك أود أن أهنئ سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وسعادة الأستاذ البروفيسور رياض يوسف حمزة على تبوء جامعة البحرين المركز 213 في التصنيف العالمي للجامعات من خلال مؤسسة تايمز الدولية، وهذا إنجاز كبير نفتخر به كلنا في مملكة البحرين.
هذه المختبرات راح تكون إضافة نوعية لجامعة البحرين والباحثين فيها، خاصة أن هي أيضا مع شراكات دولية مع جامعات مثل جامعة لبرة. هذه المختبرات هي مختبرات للطاقة الشمسية، ومختبر أيضا متخصص للكتلة الحيوية، وآخر للأرصاد الجوية. هذه المختبرات ستمكن الباحثين في جامعة البحرين وطلابنا طلاب الدراسات العليا أيضا من البحث في قضايا هامة بيئية وخاصة بالطاقة في مملكة البحرين.